مدنية، وثيقة عهد وميثاق. نحن نساء السودان بكل مكوناتنا نتعهد لله والوطن ولشعبنا السوداني العظيم بأننا لن نترك أو نخزل المجلس العسكري، بل نبادله الوفاء بالوفاء، لأن وفاءه للوطن والشعب والثورة يستحق وفاء مثله أو أحسن. المرأة السودانية في كل أنحاء السودان تؤكد. الكلمة لك سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المرأة في مبادرة أهل السودان، المرأة الأم، المرأة الأخت، جميعا من الحضور من الأخوان الإعلاميين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن إحنا اليوم الواحد سعيد وفوق للسعادة في معنويات، معنويات كثيرة جدا، انشحنا معنويات الحمد لله والشكر لله. أن إحنا اليوم سعيدين قاية السعادة بوجود أمنا وأختنا في قاعة الصداقة من منذ ساعتين أو ثلاثة، أنتم منتظرين. أول حاجة نعتذر على التأخير. نحن يا إخواننا الآن المبادرة دي هي مبادرة من ضمن مبادرات أهل السودان، والآن جاء دور، والدور المهم دور المرأة. المرأة نصف المجتمع، وأنا لو سألوني بقول المرأة 60% من المجتمع. مفروض المرأة تأخذ في كل شيء 60% من المجتمع. طيب، بعد التحية لكم جميعا في كل مجهوداتكن، في كل معاناتكن. إخوانا لو رجعنا للمرأة الآن في السودان، إحنا نرجع للريف، نرجع للريف أولا، بعد ذاك نجي المدن، لأن المعاناة درجات. أن إحنا يا إخوان نرجع البر والريف في الثانية اللي عند الآن، الثانية شغالة يا جماعة، الثانية 40 متر، الثانية شغالة عند الآن 40 متر. ثم بعد ذاك المرأة هي بتاخذ الجركان اللي عند الآن 60 رطل في راسها، الموضوع ده شغال. والمرأة اللي عند الآن بتشد في الجمل والحمار، الجركان اللي بتاخذ يمكن 3 قنطار، هي ممكن تشد عند الآن الجمل والحمار. المعاناة المرأة كثيرة جدا، غير المرأة المزارعة. من الآن بدأ خلاص يا جماعة منسم الحصاد. العمر 70 سنة شغالة، والعمر 15 و12 سنة شغالة يا جماعة. دي كلها المرأة. لما نرجع للمرأة، المعاناة الحقيقية في المرأة يا أخواننا. أن إحنا يا أخواننا الآن جاء دور التغيير. التغيير ده أول حاجة تغيير حقيقي. نمرة واحد نقول التغيير ده تغيير حقيقي. أول ذول مفروض يلقى نفسه في التغيير ويرتاح في التغيير المرأة السودانية. لأن البلد دي زي ما قلنا فيها خيرات كثيرة جدا. فيها خيرات كثيرة جدا، لكن للأسف الشديد ما مستغلة استغلال صح. ما مستغلة ما موظفة توظيف صح. نحن يا إخواننا لما نتكلم لازم نتكلم أول حاجة الحكم أساسه العدل. اثنين، لازم نفتش قضيتنا، نرجع لقضيتنا. مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا الظلم، مشكلتنا الظلم، الظلم اللي الناس كلها شايفوه وساكت عنه، وجماعة قالوا الساكت أنا الحق شيطان أخرس. لازم نفتش مشكلتنا الحقيقية. مشكلتنا الحقيقية اللي بتجيب المشاكل، جابت التمرد وجابت المشاكل وجابت انشقاق الأحزاب وجابت كلها الظلم. لازم نعالج الظلم، نعالجه بالطريقة الحقيقية. إخواننا الشمس دي ما بتدارك، لو دارناها دارك ما بتدارك. أحسن نخط الحكاية برا، نخط الحكاية برا عشان نقدر نعالج علاج حقيقي. حصل تغيير، حصل تغيير، وقاموا به الشباب والشابات
والمرأة وكل مكون الشعب السوداني. التغيير سببه كان الخبز، التغيير سببه كان المحروقات الوقود، التغيير سببه الأساسي كان السيولة، تورط حقك زي ما قلنا قبل كده في البنك. طيب تلقى حقك ما بتلقاه، انت ماشي تتعالج دار لك 1000 جنيه تدفع حق الدواء ما بتلقاه. الزول في البنك بيبكي عشان حقه، بيبكي وحقه موجود، وبقول لي يا اخي والله حقك موجود لكن سيوله ما في. تتجاب التغيير، الشعب السوداني صابر 30 سنه، 30 سنه صابر بالقهر، صابر بالكده، صابر لكن ما وصلت الدرجه دي يا اخواننا. الان التغيير ده الناس ما يستغلوا يقولوا حقهم، التغيير تغيير كل الشعب السوداني، كل الناس مشاركه، كل الناس سارت الحكايه دي. بدت كلمناهم قلنا لهم اخواننا الشعب السوداني ما طلع لسه، الشعب السوداني ما طلع، اتكافح لمده 4 شهور لكن الشعب السوداني ما طلع في الاربع شهور، طلع في الايام الاخيره وشال عمر البشير يا اخواننا، صح؟ شال لكن ما استغلنا استغلال صح. القوات شاركت، القوات شاركت، لولا القوات مشاركة القوات ما كان تم التغيير ده يزول يحترف به. لكن ما بنقول القوات غيرت، القوات ممكن تاني 5 سنة ما تغير لولا الشعب السوداني طلع، ما تقدر تغير بدون الشعب السوداني. طيب يا جماعة ليه ما نستغل الحكاية دي استغلال صح؟ زي ما قلنا الشعب السوداني شعبي معلم، ليه ما نستغل الحكاية دي بمصلحة البلد؟ أي زول الغلطان نقول له غلطان، الصح نقول له صح، نقعد نتفق. مختلفين في شنو؟ الاختلاف في شنو؟ الاختلاف بيجيب الظلم، الاختلاف ده بيجيب الظلم، زي ما قبل عمر بشير ظالم والمعاه ظالمين، الآن لو في ظلم الشغل ده ما بتم. أحسن 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 نقعد نمشي بتوافق، بالتوافق بنقدر بنصل لنتيجة سريعة جدا. ممكن نحن ثاني يوم من التغيير نشكل الحكومة، قلنا حكومة تكنوقراط كفاءات مستغلين، ويا اخوانا الوقت ده وقت المستغلين، ده وقت المستغلين. زول ما عنده أجندة، زول ما عنده أجندة عشان ما يأسس لشمولية بعد شوية. انت ليه دار 4 سنة هسه يا اخوانا؟ انا ما دار اتكلم في الاخوان دي لكن دار 4 سنة ليه شنو؟ العقل ده ما قالوا صاحب العقل يميز، مش كده؟ انت دار 4 سنة ليه شنو؟ انت منتخب 4 سنة، ما هذا دار تأسس، دار تفرتك، دار تغير، دار تنظف، كويس؟ دار تنظف عشان انت تتمكن زي ما عمر بشير تمكن 30 سنة، ايش دار تتمكن؟ اخوانا كلام ده ما في، كلام ده دي مشكلتنا نحن كان غلطانين يا جماعة، دي الحقيقة عشان ما يغشوكم، دي الحقيقة، دي مشكلتنا نحن كان غلطانين، قول لنا غلطانين، كويس؟ يا أخي تعال نجيب مستغلين. الصناديق الاختراع، الصناديق دي الفيصل يا جماعة، تزعج. احنا قلنا ما عندنا مانع، الناس ما قلنا 6 شهور، قال 6 شهور ما بتجهز الناس، قلنا سنة قالوا سنة ما بتجهز الناس، قلنا خلاص 2 سنين يا اخوانا. القالب نعوف قبيل 2 سنين، 2 سنين دي اي زول البيقضي بيقضب والصحي صحي والبيدفع يدفع والبيقنع الناس بالله، قالوا الرسول قالوا بالمنطق يقنع. في 2 سنين في الصناديق دي نحن والله كمجلس دورنا رغابي، دورنا ضامي. ياسر عطا قال لهم اخواننا خلونا لما تختلفوا نلقى بيناتكم اجاويد، لما تختلفوا لما نكون اجاويد، لما تقعدون احنا في بيوتنا البقى بينكم اجواد منو، كويس؟ طيب دورنا نحن كمجلس ما دايرين، احنا كنا دور رغابي وضامن وامن البلد لغايه ما الناس يصلوا الانتخابات حره ونزيهه. احنا يا جماعه شد ان ندعو له انه الحكايه دي تقف الانتخابات، سنة كافية جدا في مفوضيات قائمة تتغير، نعمل دستور، الدستور تاع 2005 فوق كل المكون السياسي للحركة الجنوب السودان كانت موجودة، قالوا الدستور ده ما فوق كلام ماله، نعمل دستور كويس بناس مستغلين بقانونيين يدعوا لنا دستور، بالدستور ده ان احنا نجيب القانون، البلد تمشي بالقانون
كويس؟ بالقانون. الحكايه دي بالتراضي في القاعده نقعد نتشاور بالشورى، ربنا قالوا امرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر. اخواننا بالشورى ما بحاجه لذول ما داير عنده اجنده، ما عنده مشكله، ما مختلفين. والله ما مختلفين، مختلفين في الاجنده بس. وما بتمر فينا اصلا. كان تفاوض اليوم، وكان تفاوض بعد يومين، وكان تفاوض بعد سنه. والله ان احنا وراينا ده لازم الشعب السوداني كله يعرفه. ده راينا يا اخواننا. كان غلطانين كلنا غلطانين. ان احنا ما دايرين عمر البشير تاني بس. ما دايرين عمر البشير تاني بس. دايرين البلد دي تمشي بمستغلين. اللي يجيبوهم يجيبوا مية ذول، لكن مستغلين. ما عندهم علاقة بفلان ولا بعلان. حكومة مجلس وزراء، الحكومة حكومة تنفيذية. المجلس ما عنده، المجلس العسكري ما عنده علاقة. الحكومة حكومة تنفيذية، مجلس وزراء، رئيس وزراء يختار مستغلين من نساء ورجال يدوروا البلد دي لفترة اللي اتفقنا عليها. احنا موافقين 6 شهور سنة، موافقين. لكن الحل يكون حل شامل، حل يرضي الجميع، ما من طرف واحد، ما ثنائي، حل من بالجميع، في كل الأحزاب، كل مكونات الشعب السوداني، الناس كلها تتفق على رؤية واحدة تمرق البلد دي. المهمة الانتخابات يا جماعة، المهمة في الكلام ده كله الانتخابات، عشان ما نرجع ونبقى زي الدول الثانية وربنا يسترنا. أن احنا نطلع بانتخابات حرة ونزيهة. ويا جماعة نحن نراقبها، نحن الأسئلة بيتهمونا والله نجيب المجتمع الدولي ليطمئن قلبهم الآخرين، ونجيب الاتحاد الأفريقي، ونجيب كل الناس. لكن الدور ده والله صندوق بيشيلوه، بيجيبوا صندوق في محله ما في. صندوق بغيروه، بكبوا ورقة بجيبوا صندوق تاني ما في. صندوقك ده الله وحظك، الله وقدرتك في صندوقك ده، زي ما بقولوا دي النقعة ودي خيل النجعة، ما في لعب في الموضوع ده. طيب أنا والله شاكر لكم، وأقول لكم أول شيء تحيات السيد رئيس المجلس، ومفروض يجيكم هو، لكن لالتزامات تانية. والحمد بسلم عليكم كثير، وشاكركم على المبادرة حقتكم. طيب التغيير زي ما قلنا تغيير حقيقي. طيب يا اخواننا الشيء الثاني موضوع الاحتصام. احنا نترحم على ارواح الشهداء، ويتنا الام، ويتنا الام، ويتنا الاخت، ويتنا الزوجه. ان احنا نترحم على ارواح الشهداء. والموضوع ده فوق خلل. اول حاجه يا اخواننا الذل لو فقد مصداقيته ثاني ما عنده قيمه. والله والله ان احنا لو الكلام ده فينا مصداقيتنا ما نقعد يوم. صحيح البلد دي ممكن تنهار، لكن احنا الحكايه دي بتطلع بها نتائج وفيها فاول حصل. والان احنا وصلنا للزول المسبب، وانا ما في داعي اثر على لجنه التحقيق. الموضوع ده حيتكشف، واي زول اتجاوز حدوده من الاجهزه النظاميه ولا من الملكيه ولا من الاخرين، والله يتقدم لمحاكمه. وزي ما اللجنة تكون شفافة والمحاكمة تكون علنية. دي ما فوق اثنين. دي ما فوق اثنين ولو على أنفسنا. ما عندنا فوق أي مشكلة. دي موضوعها منتهي. بالنسبة لل زي ما قالت المتحدثة تفويض المجلس العسكري. أن احنا يا جماعة زي ما أنت فوضت المجلس العسكري. الكيانات الأساتذة الجامعات، الإدارة الأهلية، الأحزاب السياسية كلها في السودان جابوا رؤيتهم 174 رؤية. الشباب ذاتهم تاني الحراك الآن بدوا شباب. الشباب الآن هم الآن الأخوان، أنا ما أقدر أتكلم في ذول، لكن الشباب القبيل غيروا الحكاية وكانوا في المتاريس وكانوا ديل. الآن كلهم وصلوا وموجودين وحيجوا يقولوا رأيهم في القاعدة إن شاء الله، لأن أي زول يتكلم دقوا بالأرض. بعد ما في اخواننا ذول يقول رايه، وقال يا جماعه في حريه وسلام وعداله. الحريه دي تخلي ذول يقول رايه. ما تقول لي انت كوز يا اخي، خلات ترميني الوطن بكوز دي يا اخي، ما ممكن.
اي زول فتح خشمه انت بتدق قلب الوطن. طيب كيف الكلام ده بيبدا؟ عشان كده في حريه الراي. اي زول يقول راي، اي زول يقول كلامه. الناس القبيل في التغيير لازم يكونوا حضور، ما بنقدر احنا تفويض مقبول، لكن دايرين يكون جماعي. اثنين، تشكل اللجنه طوالي من لحظتكم دي. تشكل اللجنه، لجنه طوالي تكون حاضره، مش اجتماع وينتهي الاجتماع، لا، لجنه تكون حاضره شايفه كلامنا اللي بنقوله ده صح ولا غلط. الشورى دي اخواننا لازم تكونوا جزء منها. الشباب والشابات القبيل غيروا وقبيل ساهموا في التغيير وقابلوا الرصاص وقابلوا البنبان، اي احنا دارين يكونوا في القاعه دي يا جماعه. وانتم دار امهاتهم واخواتهم وجزء كثير موجود الان معاكم. احنا دارينكم دارينكم تكون شركاء حقيقيين مبادرتكم دي، وتشكل لنا لجان الان تشارك مع الناس، وما اجتماع، ما دارين اجتماع الان في القاعه وينتهي، لا، لازم تكون الحضور. لجنه الان تتشكل. طيب الهجمة، أنا ما أقدر أتكلم عن الدعم السريع، لكن الهجمة أو التشبه بقوات الدعم السريع. أدي مثال اثنين، ومبارح قابضين لواء ومعاه مجموعة بيجندوا في الدعم السريع وببطاقاته ومكاناته. مبارح قبضوا لواء زائد مجموعة معاهم. ثاني ومبارح برضه في 23 لابسين لبس دعم سريع، هددوا ناس معروفين، ومبارح قبضوا منهم 9 منهم في بورسودان، والشرطة الآن جاري في التحري وفي قبض الآخرين. برضو يا اخواننا من هنا، اي زول يعرف انه الدعم السريع، الكاتب بتاع الدعم السريع ده، تلاقي الدعم السريع ده موجود في الاسواق، وقبل فض الاحتصام قبضنا اكثر من كم مجموعه بضباط وافراد وفي دكاكين، يمكن في بتصورت انه الناس دي بيلبسوا في الدعم السريع. الحته دي برضو الناس تفهم انه الكاتب بتاع الدعم السريع ده ما كله دعم سريع، واحنا الان شغالين قبضنا مجموعات كبيرة جدا، وحنعرضها للناس في الإعلام عشان الناس تكون عارفة أنه برضو في صحيح الدعم السريع ده ما كله ملائكة، ما كله ما بيغلط، لكن محكمتنا تحت الميدان ماشية مع القوة. الغلط بتحاكم طوالي، ومحكمة الميدان في الميدان. والآن عندنا رقم 2566، الآن أي زول يتصل ليل نهار الناس جاهزين عشان نقدر في الحتة دي نسوق الحكاية لغاية ما تمرق. لكن اي زول اتجاوز حدوده من القوات النظاميه بيلقى حكمه. ويا اخوانا لازم ان احنا يا جماعه نحترف في المجلس، اعلامنا تعبان، اعلامنا ضعيف، والاعلام ما معانا برضه عشان نبقى واضحين في الفتره السابقه، ان احنا برضه الحته دي لازم نخط الناس. يعني اي حدث الان الدعم السريع عنده ناطق رسمي، واتنشط الناطق الرسمي، القوات المسلحه اصلا عندها ناطق رسمي، الشرطه عندها ناطق رسمي، لازم الحدث اول باول ننقل للشعب السوداني ده والعالم الحدث ده لينا ولا علينا، غلطانين ولا ما غلطانين، ننقل اول باول. والكاميرا دي ما بتكذب يا جماعه، ننقل بدري عشان نقدر نملك الناس الحقائق. طيب الشيء الثاني، 8 رمضان. 8 رمضان دي ان احنا قبضنا 14 عسكري نظامي تابع للقوات النظامية، فيهم 5 سجلوا احتراف قضائي، 5 سجلوا احتراف قضائي. لكن الحكاية دي برضو حتتكشف في المستقبل. برضو يا جماعة الآن في عصا نايمة وعصا قائمة كثيرة جدا ضدنا نحن ذاتنا، لكن إن شاء الله الحق ما الحق ما الحق أبلج، وفي النهاية ما يصح إلا الصح إن شاء الله. فنحن بنبشرك، بنقول لك انا ابشرا بالخير. نحن والله اول حاجه عن الحق ما حنزح. اثنين الحل دايرينه جماعي، ما دايرينه منفرد، ما دايرين نفس اي زول. كل الاخوان ديل يجوا، الحل يكون جماعي. احنا الان البلد ما بتتحمل، البلد دايره حكومه تنفيذيه سريعه جدا، ونحن التاخير ده كله والله للوفاق، ما دارين ننفرد. ممكن نعمل حكومة تحت تكنوقراط من كفاءات موجودين، جاتنا أعداد كبيرة جدا من الكفاءات، لكن ما دارين زول يكون برا الاتفاق. بكرة يعمل لنا مظاهرات ولا يعمل لنا مشاكل، دارين الحكاية دي تكون حل يكون شامل مرضي للجميع. فنحن أول حاجة بنشكركم على وجودكم. اثنين برضو نحن يا جماعة الآن ما قادرين نفكر،
ما قادرين نشوف الناس احتياجات الناس. الآن لازم ودي نتبناها من الآن. بالنسبة للمرأة الشرائح الضعيفة، بالنسبة من الفراشات والقهاوي والغير موظفات والتوظيف، الحكاية دي كلها بالناس المختصين من الآن نتبنى الحكاية دي، ولازم نعمل يعني للشرائح الضعيفة مشاريع للشرائح الضعيفة نبدأ فيها طوالي، نبدأ فيها طوالي. وبرضو دارينكم اللجنة حقتكم دي، اللجنة دي هسه الأخ دي قالت لنا 19 سنة في الخدمة المدنية وما مسيس، الحمد لله. احنا والله يا جماعة ما كرهنا إلا الناس المسيسين، عشان نكون معكم واضحين. هسي أنا أي حتة أول حاجة بسأل، هل الحتة دي فيها مؤتمر وطني ولا ما فيها مؤتمر وطني؟ نمرة واحد. برضو يا جماعة الآن بنقولوا لنا أنه ناس الدعم السريع ده أو ناس المجلس مايلين للإسلاميين وعنده باسمه، نحن يا إخواننا ما منافقين، نمرة واحد. والمنافق في الدرك الأسفل من النار. مؤتمر الوطني ده دوره انتهى، حكمه انتهى، حصل تغيير حقيقي. والآن ما بنمسكهم بالشبهات، هم برضو ما مجرمين كلهم، نحن علينا الفاسد، محله ما هنا، محله السجن أو يجيب حق الشعب السوداني المجرم. تاني غير كده ما عندنا مشكلة مع ذول. برضو المحاكمات ما أخرنا نحن يا جماعة، المحاكمات الآن عندنا رموز النظام كلهم في بياتوا قانون، نحن خاطئين موس بياتوا قانون، بيمشوا النيابة، النيابة بتقول لهم والله ما عليكم أي شيء، وهنا بتقول انت حرية ال وسياسيين. طيب ده ما من ضمن السياسيين ولا ما كده؟ ده ما من ضمن السياسيين. طيب أتم كلامي معلش. طيب لازم تكون في محاكمات، من احنا يا جماعة عندنا قضية الخشمة القربة، القضية دي جاهزة، كان الأمن بدوا فيها وب 130 السادسة مفروض تتحاكم، تحولت النائب العام برضو لعند الآن ما في نتيجة، لعند الآن ما في نتيجة. اثنين الناس ديل برضو رموز النظام ديل فيهم تسعة، ده من النائب العام قال لي فيك تسعة، جابوا لهم ملفات فساد مفروض يتقدموا للمحاكمات. اخوانا نحن أول حاجة نحن الخبرة أو نحن مجالنا يعني مجال محصور، لكن إن شاء الله من اليوم وصاعدا تبدأ كل المحاكمات، وتصهر كل الخفايا، كلها تصهر إن شاء الله. المذنب يمشي في ذنبه والما مذنب يطلع. ولكن يا اخواننا هل الناس ما عندهم فساد؟ معقوله ما عندهم فساد؟ حكايتي ما واضحه زي الشمس. لكن برضه نحن ما بنأثر العداله، لأننا في النهايه يا اخواننا في حق وفي عداله وفي قانون، ونحن يا جماعه لازم بعد ده بالقانون. بالمناسبه القانون ده هو الاي ذنب بحطه في قلبه لو، لكن في قانون، لكن لو في قانون ما في وساطه، ما انت بتقول للزول اشتغل وبعد شيء بترسل له مذكر بتاعي تقول لي يا اخي الموضوع ده خليه، الموضوع ده ما انا اتجاوز عشان فلان، ما في ثاني اتجاوز عشان فلان، حكايه تبقى واضحه. حمايتي مذنب امشي قول مع عمر البشير جوا، ما في كلام. انا ذات احسن لي اكون نايم اخوي، انا ملين ما قاعد انوم الايام دي كويس. فنحن يا جماعه ابشروا بالخير، والله 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 من جامل الكلام القبيل تبيض وجود اسود وجوه الكلام. احنا خايفين منك، ما خايفين من كوبر ولا خايفين من محكمه جنائيه. وبعدين برضو الحكايه دي كلها تتفرتل، اي ذول عليه ذنب الذنب ان شاء الله، واي ذول قال كلمه برضو محسوبه وبالقانون، والقانون ما بيتجاوز ما بيستثنى حد. فنحن بنشكر لك الوجود، لكن نستغل وجودكم ده للجنة سريعة جدا في مشاركتنا في الحاجات اللي الآن تكلمنا عنها. بارك الله فيكم وشكرا لكم كثير، وشكرا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.